لدي وسوسة في قراءة الفاتحة كثيرا أرددها، أنا لا أدري يعني ما مضى من صلواتي، وكذلك الآن ماذا أفعل في الصلوات القادمة؟ ليس عليه شيء، صلاته صحيحة، والفاتحة قراءتها من أيسر ما يكون. والله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان وفكره من هذه الوساوس التي تجعله يتردد في القراءة وتشق عليه القراءة ويكرر الآية أو السورة مرات ليضبط قراءتها، هذا من الشيطان بلا شك، ولذلك ينبغي أن يعرض عنه وأن لا يفكر فيما مضى، وما يستقبله من قراءة يقرأ على نحو ما يسر الله له من القراءة، ولا يقف مشددا على نفسه في النطق وفي الحركات وما أشبه ذلك، فهذا كله مما يزيد في الوسوسة ويعيق الإنسان عن الصلاة والخشوع فيها وإدراك غاياتها ومقاصدها. فأوصي أخي أن يعرض عن هذا، ما مضى من صلاتك صحيح، وما تستقبل اقرأ كما يقرأ كبير المسلمين وصغيرهم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولا تفكر، اقرأ دون أن تفكر في ما يخرج من فمك، بمعنى كيف خرج وما إلى ذلك مما يلقيه الشيطان في نفسك، وسيسهل عليك الأمر. علاج الوسواس ليس السؤال، إنما علاج الوسواس بالدرجة الأولى الإعراض عنه، فإن عجز الإنسان عن الإعراض عنه بما يسر الله من قوة وإرادة وأخذ الأسباب من تلاوة الآيات التي يصرف الله تعالى بها كيد الشيطان والتعاويذ والأدعية النبوية والدعاء، فليراجع الطب إذا عجز عن التخلص من هذا الوسواس. صلى الله عز وجل أن يبريك ويعافيك وأن يدفع عنك كيد الشيطان، اللهم وأكثر من الاستعاذة بالله منه، فإن الله تعالى يعصمك ويحميك. اللهم.